السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، سعيدة بلقاكم كيف العادة في فيديو جديد. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ عتيقة. وصفات اليوم اللي غادي نقترحها عليكم عبارة عن تقلية ولا الكرشة، كل واحد شكون كيسميها، ولكن الاسم المعروفة به هو التقلية. ان شاء الله تعجبكم، كنعملها بطريقة اللي سهلة وسريعة، وان شاء الله ملي تجربوها غادي تعجبكم. كتجي المرقة ديالها ثقيلة، وان شاء الله كيف ما قلت لكم ملي تجربوها غادي تحكموا على بركة الله. نبداو باستعراض المقادير من بعد منهم الطريقة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. غادي نحتاجو في المقادير باش نحضروا هاد التقليه. بالنسبه للتوابل نحتاجو معلقه صغيره ديال الكركم، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال التحميره، واحد ضامه ديال البنه ديال البقري. بالنسبه للملح ما غنضيفوهاش حتى كندوقو. نحتاجو معلقه صغيره ما تكونش عامره ديال الابزار، معلقه صغيره ما تكونش عامره ديال الكمون، وضامه ديال الزعفران. غادي نحتاجو ربع كاس ديال زيت الزيتون. نحتاجو كذلك ثلاثه الحبات ديال البصله اللي كيكونوا صغار شلطتهم. نحتاجو الكرشه او الدواره او المهم الامعاء ديال الخروف. نحتاج جوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، ثلاثه الفصوص ديال الثومه، ونص حامضه مصيره. هندوزو نحضروا الطريقه. كناخدو طنجره الضغط على الكوكوت، كنعملو فيها التقليه ديالنا والكرشه اللي كتكون مخلطه. بالنسبه للمصارن كتغسلوهم مزيان، بعد كتعملوهم في كاسرولة كتضيفو عليهم العصير ديال الحامض وكتخليهم يطبخوا شويه، بعد كتصفيهم. يعني هاد المصارن ضروري انهم يطيبوا تقريبا نص طيبه، يعني غير باش كتحيد منهم هذاك الاشياء اللي كتكون في الداخل ديالهم، كتحيد منهم المروره. كنضيفو كذلك القزبر المعدنوس مقطعين، التوابل. غادي نضيف كذلك نص حامضه مصيره اللي كنحيدو ليها العظم ديالها، وغادي نضيفو تقريبا انا عندي ثلاثه الحبات ديال البصله، يعني على حساب الكرشه ديالكم الحجم ديالها، يعني كتزيدوا وكتنقصوا على حساب الحجم ديالها. طريقه جد سهله كيف ما تيبان لكم، وما كنحتاجوش مقادير كثيره، وصراحه كتجي بهذه الطريقه كتجي احسن وكتجي لذيذه. كنضيف ربع كاس ديال زيت الزيتون فقط، لانه يعني كاينه الشحمه غادي تطلق لنا الليدان ديالها، ما نكتروش من الدهون. وغنضيف ضامه ديال البنه ديال البقري، وضامه ديال الزعفران. بعد ما جمعت المكونات كلها في الكوكوط، ما تنساوش ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه اللي كيكونوا كبار حكيتهم. وغادي نخلي هذه المكونات تشحر شويه، من بعد غادي نضيفوا عليها المغليان. يعني ما كتاخدش معانا الوقت صراحه، وهذه الطريقه راه كتجي بها لذيذه، فعلا كتجي لذيذه، وكتجي المرقه ديالها مضغمره. كنحرك هذه المكونات كلها باش كتندمج وباش كتنسجم. وغير كتبان لينا المرقه ديالنا بدات كتبان بحال هكا، يعني التقليه كتطلق الماء ديالها. كنضيفو شويه ديال الماء اللي كيكون غليان، يعني الجهد اللي غادي يغطي لينا التقليه، وغادي نقلب شويه، من بعد غادي نزيدو عليها. يعني ما كتاخذش الوقت، فقط يعني كنجمعو تقريبا المكونات كلهم، كنخليهم يتشحروا شويه، من بعد كنزيدو على الكوكوط وكنديروا ليها الصفاره، وكنحسبوا ليها تقريبا واحد نص ساعه على حساب الكرشه ديالكم، يعني واش كتحتاج الوقت بزاف ولا لا. بالنسبه لي انا تقريبا 30 دقيقه صافي وجدات. بعد مرور 30 دقيقه كنحل الكوكوط ديالنا. بالنسبه للتقليه ديالي لقيتها طيبه في القياس ديالها، ما احتاجيت نضيف ليها الماء. بالنسبه لكم الا حليتوا عليها ولقيتوها بانها باقي قاصحه، كتزيدوا ليها شويه ديال الماء وكتعاودوا تسدوا عليها وتخليوها تطيب. وفي اخر مرحله ملي كطيب كتضيفوا ليها الزيتون وكذلك الفلفل الحار، وكيبقاو اختياريين. وغادي نخليكم باش تشوفوهم في الشكل النهائي، يعني تشوفوا الشكل النهائي ديال التقليه ديالنا. وفعلا صراحه كتجي زوينه وطيبه في القياس ديالها، والمرقه ديالها كتجي ثقيله ومضغمره. وصلنا مشاهدي الكرام نهاية هذا الفيديو. كانت الوصفة ديال اليوم اللي اقترحت عليكم عبارة عن تقلية، اللي هي أول حاجة اللي احنا كنعملو في أول أيام العيد، واللي صراحة كتجي لذيذة لذيذة بزاف. ونتمنى فعلا تجربوها بالطريقة ديالي، أنا مكنديرش ليها مطيشة، يعني صراحة بهاد الطريقة كتجي سريعة وفي نفس الوقت كتجي لذيذة، وجربوها باش تحكموا. وما نساش نذكركم لي اول مره كيزور القناه ما ينساش يشترك في القناه، وكذلك يفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. لايك الفيديو الى عجبكم، اللي عنده اي سؤال يخليه لي في التعليق ان شاء الله غادي نجاوبه. كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، نتلاقاو باذن الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.